جلد وخشب وحديد. تريو دائما موجود بحيلا جزدان واكسسوري. انه قبل كان يقولوا الراديو وبعدين اجى التي في وهلا الانترنت، بعتقد صرنا لمرحله بالحياه انه التابوز مش لازم يكونوا موجودين بقى. سو الاكس ريتد بقلب البرودكتس تبعي بيطلعوا منهم لحالهم، شيء من جوا من ديب انسايد. كيف الحكيم عنده كتير تولز تيعمل حيالة عملية، تقدر أعمل لكجوري برودكت في كتير تولز وكتير مراحل تقطع فيها القطعة لو آخر شي بنشوفها كتير سيمبل. بحب الريسايكلينج بشغلة لأنه بيعطيني فرصة أنه غير الفانكشن تبع هيدا الشغلة والاستاتيك. مرة عملت كولكشن كاملة من مصفيات، غيرت لهم الفانكشن والاستاتيكس تبعهم تعمل اكسسوري كولكشن. الارتيزان الجديد هو the perfect mix بين التكنولوجي والهاند ميد، يعني ما منقص عايدنا، منقص عمكنا وبنخيط عايدنا. سو هون التكنولوجي بتكون بخدمة الكرافتسمانشيب. me encanta la tortilla de patatas con café con leche، وبذات الوقت بحب اللحم بعجين مع لبن. كل يوم منشوف فوق 5000 صورة بيفوتوا على دماغنا وبيطلعوا بالري انتربريتيشن تبعنا، وهذا البرودكت بيصير كتير بيشبهنا. بصراحة ما بتخيل حياتي بلا ديزاين. اكسسوارز معمولين بأول أتوليه كان عندي إياه، أربع متورة بأربع متورة واصلين لغاغا مادونا ميغلر. هيدا مثل حلم، مثل سحر بالحياة. بعائلتي اسمهم جورج جورجات إليو توني، وفجأة بيموت ابن عمه لبيه وباخد اسمه أسعد. وقديه بتشوفوه إنه اسم طويل أسعد عواد بينكتب بأربع أحرف على الكيبورد. Anatomy of a bag، مثل ما الإنسان تطور كمان الجسدين تطور. Because experience is everything، I would never reverse anything in my life. جلد أسود ولحية و tough character، بس at the end youth is pure. من جوا بعدنا مثل الولد. Thank you.